سلام خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله بخير على خير. صار لي زمان ما حطيت شي فيديو. خوتي خواتاتي، اليوم جيت ندير معكم واحد التحليه سهله مهله من جوج طبقات. الطبقه الاولى بيضه والطبقه الثانيه بالليمون. خليكم نقدم معكم المقادير. عندي جوج كيسان ديال الحليب، وعندي بشور الليمون، عندي هنايا السكر. الانسان يدير على حسب الذوق ديالو، المهم كاين هنايا شي اقل من نص كاس. وكاين النشا، النشا هنا جوج معالق كبار. ونبداو على بركه الله. هذه الطبقه الاولى، بسم الله. نديرو بقى السكر، نحرك مزيان كينزل كيدير فيه السكر. نديرو هنايا النشا، النشا أنا راه عبر بس جوج معالق، صافي هما، باش متجيش تخيلة بزاف لأن النشا كتقلها. ونديرو البرش ديال الليمون. دابا نديوها للنار، تناسق ونرجع معاكم في الطبقة الثانية إن شاء الله. هانتوما البنات، هاهي جات كريمية، خلصت هرب الحليب. كيفاش كتجي؟ كتجي كريمية البنات، كتجي غزالة هاد التحلية، هادي غزالة وجاية دابا رمضان. غير ولادي كنت كندير عليهم في رمضان، ووليداتي سبحان الله العظيم جات على بالهم اليوم، قلت لهم يلا علاش ما نديرهاش ليكم. يلا إيوا هيا صافي، طفيو عليها دابا ورجع معاكم في الطبقه الثانيه. انتما البنات انا كنفرغ فيهم في الكويسات، عندي هاد الكيسان كنفرغ فيهم وغنديرهم يبردوا يشدوا شويه راسهم باش ندير الطبقه الثانيه. طلع ريحه الليمون هي كتشهي. ايوا عاد من هنا وقعت. ايوا نرجع ندير معكم الطبقه الثانيه ونوريكم الشكل النهائي البنات. دابا جيت معاكم الطبقه الثانيه ديال الليمون. كاين عندنا جوج كيسان ديال الليمون، ضروري تصفيوه من داك التفل وداك الحبيبات اللي كيكون في الليمون لون ابيض صافيين. وهنا كاينه جوج معالق ديال النشا، وكاين السكر على حسب الذوق. الليمون الا كان حامض زودوا السكر، واذا كان الليمون حلو زودوا السكر. بسم الله نبداو. هنايا الليمون، جوج كيسان ديال الليمون صافي، والسكر، ونديرو النشا جوج معالق النشا مثل الاولى مثل الثانيه. ونخلطو باش نخلى هذاك التكالي اللي في ايطاليا، نخلطو ونجليطو. عارفين واحد البرد عندنا البنات، واحد البرد. ان شاء الله يكون عندكم جو زوين في المغرب. دابا جاي الربيع، يلا قرب الجو يطلع شويه. والى النار، دابا نحطو فوق البوطه تيتماسك. ورجعت هذه الطبقه الثانيه ديال الليمون، هي غنديرها حتى هي، ونزين معاكم الكاسات ونرجع معاكم في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هما الكويسات البنات. لكن انا وليداتي جوج درت ثلاثه الكيسان جاوا على الزبط. ايوا رجع معكم بالتزيين وشكل النهائي ان شاء الله. عفوا 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 على هذا الصوت، يا تسناوني بالشكل النهائي.
خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. زينتها بهاد الحبيبات البيضين ديال الشكلاط والليمون، قشره الليمون معسله. كنتمنى التحليه تعجبكم البنات. ما تنساونيش من الاشتراك والدعم للقناه، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله في تحليات جديده ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.